حياكم الله جميعا. في حد كان بيسأل ازاي نرسم او نصمم سيجنتشر عن طريق بلندر مع اضافة الشادوز؟ فمبدئيا الخطوات كالتالي: نبدأ اولا بتكست، هنكتب وليكن سيجنتشر، هكتب ماي نيم، الاوريجين ممكن يكون في السنتر كالتالي، فعل السكرين كاست كيز. بعد ذلك مباشرة نغير الفونت بحيث يكون قريب من السيجنتشر. الفونت بتغير من الفونت ها هنا، هو مبدئيا بيذهب مباشرة الى الفونتس الموجودة في الويندوز، فاحنا محملين فونتس اوتوماتيك في تقريبا عدة فونتات خاصة بالسكريبت. فعموما الفونتات الموجودة حاليا هرفقها في الوصف، كل الفونتات ديت تنفع انها تكون سكريبت او سيجنتشر. طيب فونت زي كده السيكنس مش مناسب، فانا لقيت ان انسب فونت هو الفونت ده للسيجنتشر، والفونت ده برضو مناسب ولكن السمك مش افضل شيء. بالنسبة للسبيسنج، لو عايزين نزود السبيسنج هنا في الكاركتر، في السبيسنج كاركتر سبيسنج يكون كالتالي، ده يكون كابيتال، وحرف ال A كابيتال كالتالي. نضيف هنا دلوقتي ده الفونت ده كده فلات، فلازم نضيف يكون في اكستروجن بوينت او 8 وهنا بوينت او 1 بوينت او 2 متأكد مفيش أي يعني هنا كده في الجزء ده بيظهر لما يكون إقامة البيفل أكتر من اللازم. عموما كده السيجنتشر مناسب. هنضيف الباك جراوند، هيكون في عندنا هنا باك جراوند، ده التكست وده الباك جراوند. هنختار الإدج، إكسترود في الزد، كنترول بي، أبلاي للسكيل عشان البيفل يكون مناسب متساوي. كان مطلوب إن الباك جراوند تكون بلون 247 في الار جي بي. لو شفنا 247 ار جي بي فتقريبا هو قريب من الوايت، ممكن نقول ان ده كده هيكون لون كالتالي. الرفنس هنقلل الرفنس يكون 0.1 بحيث اللمعان يكون واضح. هنضيف كاميرا كاميرا تو فيو ونزوم. طيب تمانين. بالنسبة للشادو هنقرب شوية التكست من الفلور عشان يكون في شادو. الشادو هيظهر تأثيره لما يكون فيه لامب بوينت لامب. هنبدأ بمية ونشوف تأثير البوينت لامب فقط. بستخدم سايكلز، ممكن طبعا استخدم اي في. طيب في شادو هنا كالتالي، نزود 200 هيكون في هنا. ممكن نضيف اريا لايت بحيث جزء اليسار تفاصيل تكون ظاهرة، ونغير اللايت نشوف. طبعا ده ممكن يكون باللون الأسمر،
area light و rotate. هنا في شادو زي ما ظاهر، الشادو بيعتمد على تأثير الراديوس هنا، لو ده بوينت او تو الشادو هيكون ظاهر اكتر، لو ده اتنين مفيش هيكون في شادو، هيكون سوفت كالتالي. ف بوينت وان هيكون الشادو ظاهر، بالنسبة للرندر هنقول هنا ان السامبلز نبدأ كتست ب400 دينويز اوبتكس لو في كارت شاشة و رندر. طبعا ممكن يتم تغيير الكالر للتكست او تغيير الكالر للباك جراوند، الريزلتس غير لا نهائية على حسب متطلبات الكلاينت. اتمنى يكون هذا الدرس مفيد، والقاكم في الدرس القادم.